أيضا واحدة من الأخوات تسأل، بما أننا لازلنا مع قضية الأخوات، ما حكم إلقاء المرأة للشعر في المناسبات والاحتفالات أمام جمهور يشمل الجنسين، علما بأن كلمات القصائد بعيدة كل البعد عن التغزل والتشبيب وما إلى ذلك من القول المنحرف؟ وما قولكم أيضا في من حكم على صوت المرأة بالعورة في كل الأحوال؟ لا، هو صوت المرأة على الصحيح ليس بعورة، إن نهيت المرأة عن أن تخضع بالقول، عن أن تلين في قولها وأن تتخضع أي تتكسر في قولها، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لكن هذه المسألة لا ترد فقط إلى كون صوت المرأة ليس بعورة كما يمكن أن يظن ظن، لأن وأيضا لا يمكن أن يقال أو تحصر في كون الشعر الذي يلقى شعرا جادا بعيدا عن الإسفاف، بعيدا عما يمكن أن يشين الأخلاق أو يشوه المروءات. هذا شرط لا بد منه في كل قول، شعرا كان أو نثرا لا بد منها. المسلم مأمور منه أن يكون بعيدا عن الإسفاف في القول والفاحش من الكلام والبذيء منه في كل الأحوال. لكن القضية في حضور المرأة في مثل هذا المحفل الذي فيه من يعني أصناف الناس وأخلاطهم، هذا يتعارض مع مقاصد هذه الشريعة في تحقيق الستر والعفاف لكلا الجنسين وفي أمر كل منهما بغض البصر. ما الذي يغض بصره عنه إذا كانت المرأة تلقي أمام الرجال في مثل هذا المحفل وفيهم ضعاف النفوس وفيهم من فيه رقة في دينه وفيهم من يعني أهل نفاق، فكيف يعني يقال بعد ذلك بأنه يسوغ مثل هذا التجوز؟ ولا يقال بأن العكس أيضا، يعني لما لا يقال نفس الحكم في الحالة في حالة إلقاء الرجل للشعر مع حضور النساء؟ لأن عورة الرجل ليست كعورة المرأة، وصوت الرجل ليس كصوت المرأة، وما طولب به الرجل ليس مثل ما طولبت به المرأة في مثل هذه القضايا. ولذلك فهناك فارق. فالمحذور إذن هو أن تظهر المرأة في مثل هذه المحافل التي فيها أخلاط من الناس ولا يمكن أيضا أن تضبط بضوابط شرعية، ولذلك يعني ينبغي أن يتجنب مثل هذا الحال، والله تعالى أعلم. جميل.